مستمعينا الافاضل وصلنا للفقره المفضله ديالكم، فقره غنيه بالنصائح المنسيه والشهيوات والاطباق مع مجموعه من الحادقات والطباخات الرائعات لمستمعاتنا الوفيات اللي كيرافقونا في برنامج لقاء المفتوح. واليوم معنا لالا نعيمه من مكناس. مرحبا بك لالا نعيمه. مرحبا بنتي، مرحبا بك. شكرا لك، بخير وعلى خير. نهار كبير هذا، انا كنسمع بارك كبير. بارك الله فيك، مشاركه مع بنتي. ربي يخليك، شرف لي لالا نعيمه. بارك الله فيك، وتتعجبيني بالصوت ديالك وتلقاديك والادب. ولكن تيقولوا من اين اتى ذلك السبل؟ من هذا الاسد المرحوم العملاق الهرم اللي نقول الحكومه غادي الله يكبر بيك. الله يكبر بيك الله يكبر بيك لاله نعيمه ويخلي لك معز عليك. شكرا لكم على وفائكم معنا. وانا كنت باغا نجي في الحفله ديال 8 مارس باش نشوفك، ولكن ما كتبتش الظروف. نتمنى نشوفكم ان شاء الله هذا العام، ان شاء الله الجاي. وكدوز حفله رائعه رفقه المستمعات ديالنا الغزالات اللي كيتبعونا دائما. لاله يخليكم علينا لاله نعيمه. يعطيك الرضا بنتي، يحفظكم. اذا شنو نبداو معاك لاله نعيمه؟ نصائح منزليه ولا شي حاجه؟ نصائح بنتي، وعاد نعطيك واحد جوج ديال التيسكيك تيجيو غزيه ولين باردين وهادي. واخا لاله نعيمه، نبداو معاك النصائح. اذا غادي نعطيك واحد النصيحه ديال العدو ولادو، ديك فراق الزيت. الله، هذا هو اللي فعلا الناس كيعانيو منه، وخصنا تلاقي شي عدو ولادود. والنبل. نعم صح لاله نعيمه. الحبيبه كاين النبل الاولى كنديرو القبص وتخلطيه مع السكر. مخلط مع السكر. اييه اييه، وديريه شويه الماء وتديريه كويرات وديريه في الرحبه اللي كان فيها سراق الزيت وشويه ديال الماء. واخا اييه ممتاز. اذا في البليصه اللي كيبان لك مثلا فيها. اييه كاينه طريقه اخرى، الخميره معجونه زيد عليها سكر سنيده، زائد سكر سنيده والماء ديال الجافيل. الماء ديال الجافيل وخل التفاح. خل التفاح والسوداني هذا شويه على ما دير ديكات وتغطي فمها والنف ديالها. وقيلا يكون شويه مجهد ياك لاله نعيمه. شويه مجهد باش تيهربوا ديك الريحه. هذا مفعول رائع اللي عنده صفاق الزيت بزاف. صح، ممتاز ممتاز لاله نعيمه. والسودانية مطحونه حبيبتي. والسودانية مطحونه تا هو كنخلطو وكنديرو كبيرات وتديري في كل تقيبه كاينه تحشي فيها الربطه ديال الناس الكبار. اييه تبارك الله عليك. والمستمعات الكريمات اللي كيعانيو من هذا المشكل كيما قلتي، عدو ولادود ليه اكيد انه عدو ولادود. والناس اللي دير هاد كاع تسدوك المناطق كاع كلهم تسدوهم. اييه كيبقى يتعاود لاله نعيمه مره تعاود ولا مره وحده؟ لا لا، ديرو وتسد تقابي تخمل وتسد ما يعاودش يتصدع. ممتاز. ولكن عندك القبله ديال الثلاجه ولا هادي دير في السطح وديروا له صافي وما يبقى ليهاش نهائي. ممتاز لاله نعيمه. نمشيو. وكاين على والنمل، النمل الا كان عندك كوك البوطاجير وهادي تدردر غير القرفه. القرفه، القرفه كتجري على النمل. تتجري ديك الريحه ديالها سبحان الله كتجري. والقشور ديال الخيار تحطهم. ما يكونوا مخلطين ولا كل واحد بوحده؟ لا لا حبيبتي، كل وحده بوحدها. اذا ممكن انها دير النمل القرفه اولا الخيار. القشور ديال القشور تقطعيه تقطعهم وهذاك الشيء. ولا دير ثاني اذا عندها في الارض تحك الطباشير. طباشير ديال الخبز ديال الطباشير يا حبيبي. واخا اييه، هذه ديال الطباشير ما عمرني سمعتها، ربما هي تكون فعاله هذه الطريقه. لا فعاله ديال الطباشير، ديال الطباشير فعاله. نعم واخا. وثاني هي طريقه ثانيه اخرى. كتقطع حبيبتي طرق الماء. طرو ديال الماء. كتزيد عليها معلقه السودانيه. معلقة ديال السودانية. اييه. وكاس ديال الصابونة الحجرة محكوك. وكاس ديال الصابونة الحجرة محكوك. وكنغليوهم في الماء تديرهم في الرشاش وترشي. وندور الرشو. ممتاز. وندور الرشو حبيبة. نعم تبارك الله عليك لاله نعيمة. اييه. من بعد شنو فين لايش نمشيو معاك؟ نمشي معاك القطنية حبيبتي اللي كيشريها بزاف وهذاك الشيء باش ما تسوسلوش، يدير فيها غير ورقة سيدنا موسى. يا نضيفو لها مثلا في قريعات ياك؟ في قريعات حبيبتي، في قريعات ديال الدجاج ديري لها وريقات سيدنا موسى تكثرهم بزاف. سيدنا موسى ماشي وريقه، وريقات هما وريقات بزاف. واخا بزاف حبيبتي. اييه وكيخليوها بحال ما صافي كتبقى اي جديده ما كتجي لهاش حتى والو. ممتاز. اييه طريقه زوينه هذه. وحبيبه ثانيه واحد هذه والضرفه العدوه اللي كتقطو في الليل والحرق ديال الضرفه. وفعلا كيف ما قلتي لاله نعيمه كتجي في الليل، كتجي شويه صعيبه هكذاك في الليل اللي ما كاينش الحل. والله الا غير الخل ديال التفاح وعود النوار كتغليهم وتشلي بهم فمك. خل التفاح وعود
النوار عود النوار عود النوار القرنفل كي كيتخلطوا بجوج راه كنت حنا كنديروا غير عود النوار وهذه دابا تخلط وعطى المفعول ديالها ممتاز هذه فعلا هذه ديال القرنفل كتحسي بها كتمشي عند الطبيب كتحسي ديك العماره اللي ديالك فيها واحد النسمه ديال القرنفل اييه بنيتي انا والدينا جيت مع اخر الصباح وتغلى لي وتمضمضي بها فمك ولا بقى الحرك بزاف تتغمس القطن وتحطي اييه ممتاز لالا وان شاء الله ما تحد ما توصلوا هاد الدريسه ان شاء الله فقط لا جات من الله مرحبا بها الى هو الحل كاين مرحبا بها بنيتي نعم نعيمه اييه اذا حبيبه الصبيه والموكيت لا بغينا نصبنهم اييه نرصوهم بالبيكربونات بالبيكربونات نرصيها كلها وهذه وملي كتصبنها كيعطي واحد اللمعان وكتبقى واحد الريحه زوينه وملي تجمعيهم نخلطوا البيكربونات مع الصابون طبعا لا 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 غير بوحديته وياه ناشفه اييه وخليه عاد صبنيها عاد نصبنوها تبارك الله حبيبتي واخا لالا نعيمة كتجمعيها كتبقى ديك الريحة مزيانة اييه وكتخرج كتشعل طبعا اييه راه عارفة البيكربونات اللي نفعو داك الدابة لالا نعيمة منين وحبيبتي اللي شريتي شي صنابيلة ديال الميكا زويونة وعجباتك وجيتيها وبدات تتزوقك في هذه الحالة وانا مشكلة هذه وتبقى فيك بالثمن كتقطع حبيبتي من القاع ديالنا وكديري شي قطيب ديال الشواء تسخني وتبقي ديري فيها الخطوط من تحت نديرو بحال الخطيطات هي بحال الخطيطات دوك الخطيطات راه كيشتي ديك السخونية كتخرج ديك الشتكي التشويكة فهمتي ما كتبقاش تزوق ممتازة هادي أول مرة نسمع هاد النصيحة ممتازة بارك الله عليك لالا نعيمة الله يبارك فيك صندالة فعلا كاع اللي لالا مزيناتك بنتي بلالا لالا يخطيك بارك الله فيك لالا نعيمة أشكر فيك هادي ممتازة الصندالة كتزلق تشد واحد الحميد نسخنو طبعا ياك هي داك ديال الحديد الشوا ديال الحديد ديال الشوا ونديرو به شريطات ياك اييه فريطات كتخرج بحال ما تبقاش ملسه ما تبقاش تحشيها في الماء تحسي كتقبط وتبقاي تلبسيها ما كتبقاش لا تزلق لا والو تبارك الله عليك لالا نعيمه اذا وحشتي اللي عندهم الدار عنده الساكن غامله صالون ولا بيت الدراري وهذه مسموديه واخا واخا تخمم حتى تعيا مسكينه كتبقى لها الريحه فعلا كاين المشكل وانا كنديرها واخا عندي الدار مهويه كنديرها ديما ملي كتخملي وتشري وهذا حبيبه الصابون ديال اللي كنغسلوا به الماكله ديال الصبيل. هو هذاك. المسحوق ديال الخضر. الريحه. ايوه. راك شتي ريحته كيمشي هذاك كتبقى نفس السوايع. بصح كتخرج رائعه. اييه. ملي كتسالي وتخملي وتبغي تحط الطبالي ديالك كترشيه تحت منهم. نرشو شويه. ممتاز. هي ترشي شويه وكتبقى الريحه كتعطي غزاله ما كتبقاش ديك الريحه الغمام. نعم ممتاز ممتاز هذه الافكار كلها لالا نعيمه. نمشيو معاك حاجة اخرى وحبيبتي المقله ديال الصغير الا كانت تلصق لك اييه في هذه الحاله كديري فيها اييه بعض شي مرات تتخدشيها ولا هذه كديري غير النخاله مع شويه الحليب او اللبن النخاله مع شويه الحليب ومن او اللبن اييه كتمسحي على عافيه لا تديري على عافيه مهيله وكتبدا تغلي حتى كتنشف نعم ايوا وكديري بديك الحلفه الرطبه ما كيبقاش تخدش فيها ما كيبقاش ممتاز يا لالا نعيمة شنو آخر عندك؟ وحبيبة عندي الخشب إلا بغيتي تمسحيه. الخشب إلا بغينا نمسحوه. وفي نفس الوقت تتحافظي عليه، كتحافظي له هذيك الماء عندي الوادي، كدير غير الحليب والزيت المائدة. الحليب وزيت المائدة. أييه حبيبتي كتخلطيهم بعد ما مسحتي الغبرة وكلشي وكتمسحيه به في نفس الوقت. كديري التلويزة كتبقى كتفريو. أييه تتلمع وفي نفس الوقت تيتشرب ذاك الخشب ما كيبقاش ناشف. نعم ممتاز. لالا نعيمة شنو آخر؟ حبيبتي البنيات بحالكم والناس اللي عندهم الاكسسوارات ديال التجميل وداك الشيء والتمالج والخواتم وكل شيء. إييه. إلا بغات تنظفهم كتقبط بطاطا تتنقيها وتقطع دويورات عشوائيا. بطاطا مقطعة دويورات؟ إييه. داك مقطعة وداك الماء ديالها اللي سلقات فيه بطاطا. نعم. كدير فيه ديك الاكسسوارات ديالها كلهم. واخا. مدة ديال ساعة. ساعة بحال مرقدينهم. بحال مرقديهم اييه وثاني كتمسحهم بشيته ديال السنان تتكون قدامت عندها نعم ممتاز صافي وكتنشفهم بالجويف ديال القطن وهادو هما كيرجعو كيعلمو ممتاز لالا نعيمه باقي الخير والبركه في النصائح باقي بغيتي تزيدو ولا نعطي تيسكيك احبيبتي نعطيو شويه نزيدو النصائح واخا حبيبتي واخا انت فكرتينا برافو عليك انت فكرتينا في السيده ديالنا كان
الغلاش لام كانت هي تدير النصائح. تحيه كبيره لها. هذه ونتمنى ان الدار ديالك يكون كي بحال هذا ان شاء الله. تبارك الله عليها وتحيه كبيره ليها ايضا. حبيبات ثومه لو بغيتي تنقي الصيا دغيا ديريها في الميكرووند. ثومه نديروها في الميكرووند. اييه حبيبتي دغيا دغيا كتنقى. واخا ممتازه هذه عطيتي فكره جديده لاله نعيمه. من بعد وحبيبتي الدراري دابا جاو دخلوا المدرسه وتيقصوا يديهم بالبلاد ولا ستيلو فاصلهم وهذه تحقيو لهم غير مطيشه. كيف هذا المداد شنو الحل؟ الحل حبيبتي غير مطيشه تقطعي على جوج وتحكي بها الصبعان ديال الوليدات ولا صبعانك ولا كل شيء وتتحي. عرفتي دابا منين قلتي هي طليت على يدي لقيت ستيلو فعلي في يدي غادي غنمشي غنجربها. انا راه قالت لك حليمه راه انسانه قيمه ديالك مفتوح من 2019 بقى ليا غير انت اللي نشوفك. هذه فرصه سعيده صغيره والطاقم البرنامج كله كيحماق عليك لاله نعيمه. ربي يخليك سلمي عليا كلهم كيسلموا عليك. بارك الله فيك لاله نعيمه. اييه نمشي من بعد ستيلو المداد ومطيشه شنو نمشيو للحل اخر شي نقصنا حبيبتي لا تحرق لك طاجين تحرق. اييه ديري فيه غير الخمارة وشوية الماء الجافي. خمارة وشوية الماء الجافي. أييه. وتو يغلى هكايا وتمسحيه. أولا كنتي زربانة طوبة ديال السكر وكتحكي بها هذاك الحراق. نعم طوبة ديال السكر فعلا مع ديك القصوحية دغيا. مع ديك القصوحية كتعطي. نعم أييه. نمشيو معاك. وزيدك أبنتي دابا شي قريعة شريتي هاد الكونفيتور ولا شي عصير وهادي ولا جبتك القرعة وبغيتي تبقي تستعمليها. الغطايه ديالها ديال القز ديال واخا كي تشريها جديده وتاكليها غسليها والغطايه دهنيها ديك الصباغه البيضاء الصباغه البيضاء اللي واخا اييه نغطيوها كدهنيها وتيبس ودهنيها ثلاثه المرات ولا اربعه ثلاثه ديال المرات ولا اربعه الغطايه عمرها ما تصدي لك. ممتاز رائع شي ما نعاودوش نطوفوا بداك الصدى اللي كيجي. لا ما تعاود ولكن تكون جديده كي تسالي من الناس الماكله. واخا ماشي تقول لهم راه تدير فيها الماء ولا هذه تكون جديده. اييه ممتاز. غادي نطفر ديك البيضه. صافي. نكونوا مستعدين تقيدي معنا. اييه والاكسسوارات اللي راه شريتيهم هادو دعيين هادو ديال بلاكيور وهادي كي تشريهم جداد تديري لهم الفيرني ديال الصباغه. باش تبقى داك اللمعان بحال اللمعان. ممتاز ممتاز يبقى هكا كيلمعو ما كيتصباو لك ما والو ما كيتبدلش داك اللون ديالهم ما كيتبدلش داك اللون ديالهم. ممتاز اذا ما كان حبيبتي لا تقصد لك هذا الماء الوضوء ولا دابا نتوما البنات هادي كديريها حبيبتي تقلبيها الرز الرز حبيبتي كدير مثلا زلافة الرز والما كان كديري الدجاجة ديالها تقلبيها يا اها وشنو كدير؟ كيشرب داك الرز كيشرب داك الماء ما كتبقاش الماء فيها الدجاجة. بصح رائع خليها ليلة كاملة حبيبتي. نعم الصباح كتلقاي داك الماء بحال ما كانش كتلقاي داك الماء ولا كانت شاربة داك الماء بزاف كري العملية. واخا واخا خليها نعيمة. والبريق حبيبتي ديالها تاي البريق إلا كان كاين اللي كاين ما كيحكوش مع هذه حتى نشوفها صعيب وهذه بنيت غير الخميرات الحلوه والماء تديري غلا فوق البوطه على عافيه مهيله الخماره الحلوه خماره ديال الحلوه والماء ويغلى على عافيه مهيله شتي الا كان حتى 100 عام ما غسلتيش كنرد لك العمليات اييه بهذه القضيه صافي كيتحيد هذا المشكل تكرر لي العمليه ربط المرات وخمسه شتي كديري لي فرطبه كانك شريتي جديد. يا ممتاز. لا كان قديم تكرر العملية ثلاثة أربع مرات، كان غير هكا ديال 15 يوم مرة واحدة ديال 15 يوم ديال الشهر مرة واحدة كافية. ممتاز. هو القطرة القهوة. واخا. القطرة داكشي ملي كنديرو فيها الماء وكنديرو كيبقى داك الكالكير. إيه كيبقى لاصق بصح. حتى هو كيحيدو بهذه الطريقة. حتى هو كيحيدو على العافية مهيلة وتخرج من داك الكسكوشة كطلع. إيه صح. كوني حدا البوطه ومهلي العافيه وانت به لا الطفال طيح عليها الكسكوشه ويبقى الكاز داير. اييه ممتاز لاله نعيمه. باقي ولا تحرق يا حبيبي ولا تحرق هذه زوينه. يلاه صافي كل شيء زوين من عندك لاله نعيمه. ربي يخليك بنتي يعطيك الرضا. تعرفي حبيبتي دابا حنا البوطه في الفران وتحرقي ودابا حنا هاد الطبخ بنتي مرات تدير المقله بيديك وكل شيء اما دير المايونيز. اييه او ديري يديها ولا ديك رحبه تحق في الطحين. اييه
طحين تخلي داك صبعك طحين هادي تخلي داك صبعك حتى تمشي ديك تبزبيزات الحراك اييه ما بقاتش بردات بصح كتحيد هاد والله يا بنتي يا بنتي والله ما نقول لك وراني زعما نعيمه شحال تشوطنا في يدينا وما لقيناش الحل تبارك الله عليك لاله نعيمه قالت لي واحد السيده الحاج بغيتها كنشكرها من ديري الطحين بالزيت ولا طبيصين وبقاي حاطه فيه ديك الصلصه حتى تحسي بها بردات نعم واخا كطوال المده المهمه كتمد لك ما والو ممتاز. ما كتبقى لا تخاف لا حتى شي حاجه. واحسن حاجه هادي. لاله نعيمه تبارك الله عليك وعلى هاد الحيه اللي عطيتينا. شنو رايك نتوقفوا مع واحد الفصل ونرجعوا معاك مع هادشي المفيد جدا لاله نعيمه من مكناس.